السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي أرحب بكم في يوم جديد وفيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير في أحسن الأحوال. قبل ما نبدأ في وصفة اليوم، بغيت نشكركم على تعليقاتكم اللي كانوا في الفيديو السابق، فرحتوني بزاف، الله يفرحكم ويبارك فيكم. ما نطولش عليكم ونمر لوصفتنا نهار اليوم، تحلية منعشة بالليمون طعمها يجي روعة. نشوفوا لائحة المقادير ونرجع نحضرها مع بعض. نرحب بكم مجددا ونبدا مباشره بطريقه تحضير الطبقه الاولى. كسرونه نحط لتر حليب، الكميه اللي راح نحضرها تكفي لسته اشخاص. نزيد عليها زوج ملاعق كبيره مايزينا ما يعادل 50 غرام، نزيد نضيف على الخليط 100 غرام فلون فاني. ونضيف 1 ملعقة كبيرة برش ليمون. نخلط المكونات جيدا حتى تذوب، ونحط الخليط فوق النار. بعد ما حطينا خليط على النار، نبقاو نخلطو حتى تختار لنا الكريمة باش ما يتكونولناش حبيبات وما تحرقش في القاع. لازم التحريك المستمر. غير تبدأ تغلي الغلية الأولى كما راكم تشوفوا تتكونلنا هذوك الفقاعات، نطفو عليها. بعد ما وجدت الكريمة غطيتها باش ما تتكونليش القشرة من الفوق، ودرك راح نبدا نقطع لي بودوار على قيس لي فيزين اللي عندي هنا كما راكم تشوفوا في الفيديو. بعد ما قطعنا لي بودوار نغمسوهم في الحليب يكون بارد. هنا كمية الحليب كاس حليب، ونحطوهم في ليفيرين كيما موضح عندنا في الفيديو. بعد ما نكملوا الكمية نعمروا ليفيرين نتاعنا في النص بالكريمة اللي حضرناها من قبل.
إذن أعزائي، بعد ما كملت كل الكمية اللي كانت عندي كما شفتوا كان موضح في الفيديو، نمر نحضر الطبقة الثانية إن شاء الله. في كسرنا نحطو 500 ملي ماء بارد، نزيد عليها 100 ملي عصير ليمون. هنا أنا يدت لي جوج حبات صغار تاع ليمون، تقدري إلا كانت كبيرة راح تكفي، مهم يكون العبر تاع كاستين. تزيد لها 4 معالق كبار سكر، ونزيد عليهم مايزينا 50 غرام، ما يعادل 2 مغارف كبار مايزينا. نضيف 4 ملعقة صغيرة ملون غذائي أصفر، هنا اختياري، اللون هنا اختياري، تبغوا تزيدوه ولا ما تزيدوش على حسب الذوق نتاعكم. نخلط مليح المكونات حتى كل شيء يدوب، المايزينا السكر، نحطوها على النار. كما راكم تشوفوا، بعد ما حطيت الخليط نتاعي فوق النار بقيت نخلط حتى بدا يغلي، غير يغلي حسبت دقيقة، بعد دقيقة نطفي عليه. كما راكم تشوفوا الطبقة الثانية وجدت، ما لازمش يكون الخليط خاطر بزاف، لانه راح كي ندخلوه للثلاجة راح يشد ويرجع القوام نتاعه كريم. نعمل لي فيديو نتاعي ونرجع لكم. اعزائي، بعد ما كملت وعمرت كاع لي فيغين اللي عندي راح ندخلهم للثلاجة لمدة 3 حتى 4 سوايع، لازم يبردوا مليح. نرجع نشوف طريقة التزيين مع بعض. طريقة التزيين تكون دائما حسب الرغبة والذوق. أنا هنا اكتفيت كريم شانتيي وبرش الليمون، لأن الليمون راح قد يطلق البن نتاع على كريم شانتيي، حاجة خفيفة ظريفة. أعزائي، وصفتنا نهار اليوم تحلية الليمون هاي حاضرة أمامكم، نتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم. والآن خليكم في رعاية الله وحفظه، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.